الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا وقفنا عند أول قول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق الله العظيم. بعد أن قص الله عز وجل علينا قصة امرأة عمران، أم مريم، وولادة مريم، وكيف أن الله عز وجل قد تقبلها وكفلها زكريا، بعد أن قص علينا هذه القصص قصة، لفت البيان الإلهي نظرنا ونظر كل من يقرأ ويتدبر كتاب الله عز وجل، إلى أن هذا الذي قص الله عز وجل خبره على محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه علم به قط. النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولله حكمة باهرة في ذلك، ولم يكن قد بلغته معرفة هذا الذي يذكره بيان الله سبحانه وتعالى. فمن أين جاءه هذا النبأ؟ يريد أن يلفت البيان الإلهي نظرنا إلى أن هذه الظاهرة من أجل الدلائل القاطعة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه صادق فيما أخبر عن نفسه وفيما أخبر عن الله عز وجل. نعم، هذا هو المضمون أو الحكمة من قوله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذا الذي قصصناه عليك، نعم، وكنا خلال 3 أو 4 أسابيع ندرس هذا الذي قصه الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أنباء الغيب، من الغيب الذي لا علم لك به، وليس مما يخضع للحواس: العين التي ترى، الأذن التي تسمع، الأنف الذي يشم، الفم الذي يذوق. الحواس هذه هي كل ما لم يكن خاضعا للحواس فهو من عالم الغيب. هذا معنى قوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم. الباري عز وجل يقول: وما كنت لديهم، لدى أحبار ذلك المعبد بيت المقدس والقائمين بشؤونه، ما كنت بينهم إذ يلقون أقلامهم ليقترعوا من هو الذي سيفوز بكفالة هذه الطفلة السيدة مريم. أنت كنت بيناتهم؟ ما كنت، وما كان عندك علم بشيء من هذا. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني لم تكن فيما بينهم ولم يكن لديك علم بشيء من ذلك قط. ف
فمن أين جاءك هذا الخبر؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام مما ينبغي أن يكون دليلا قاطعا لمن؟ لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا يتباهون على المشركين بأن المشركين جماعة يعني مثل البدو، لا يقرؤون ولا يكتبون، ما عندهم معلومات دينية بنوب بنوب، وأنهم هم أهل الكتاب الذين يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل ويقرؤون يعلمون هذه القصص. فإما أن يكون هذا الذي قصه الله عز وجل على رسوله متفقا مع معلومات أهل الكتاب، إذن هذا دليل قاطع على نبوة رسول الله، وإما أن يكون والعياذ بالله مخالفا لما في التوراة أو الإنجيل، إذن لقالوا له لا المعلوماتنا اللي عندنا مو هيك، ما قالوا ذلك، بل أيدوا هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن فهم أمام الدليل القاطع على هوية محمد صلى الله عليه وسلم النبوية. هذا يعني هو وهذه هي الحكمة من هذا الكلام. هي جملة معترضة الحقيقة بعد هذه القصة وقبل الكلام الذي سيأتي. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. طيب الأنباء جمع نبأ، ما الفرق بين النبأ والوحي؟ ذلك من أنباء الغيب جمع نبأ، نوحيه مأخوذ من الوحي، إذن هنالك نبأ وهنالك وحي. النبأ هو الخبر، النبأ هو الخبر بقطع النظر عن الطريقة التي يصل إليك منها هذا الخبر. واضح؟ النبأ هو الخبر. هذا النبأ قد يصل إليك عن طريق بريد، قد يصل إليك عن طريق فم إنسان، قد يصل إليك عن طريق هاتف، نحكي عن هذا العصر الذي نحن فيه، قد يصل إليك بوسائل شتى. فالنبأ هو الخبر، ولكن هذا النبأ يصل إلى الإنسان بطريقة من الطرق. الوحي طريقة من الطرق التي يصل بها النبأ إلى الإنسان. ما هي هذه الطريقة؟ هي كلمة الوحي باللغة العربية بمعنى الخبر الذي يأتيك طفرة وبسرعة، واضح كيف؟ ودون أن يعني تترصده ودون أن تعمل على وصوله إليك، بيكون الطريقة شو اسمها؟ وحي. هلا لو واحد مثلا عم يدرس نظرية من النظريات كذا وقاعد مهتم وعم يراجع كتب فيها إلى آخره، بعدين هدي إليها، ما بيجوز يقول أوحي إلي أن الحقيقة كذا وكذا وكذا، لا ما أوحي إليك، صار لك ساعة عم تشتغل فيها، واضح كيف؟ متى نقول أوحي إليك؟ بتكون أنت قاعد غافل، لازم تتنبه أنه والله المسألة الفلانية حلها كيت وكيت، طفرة تأتي إليك، بداهة تأتي إليك، هي اسمها وحي. نعم هذا باللغة، طبعا مو شرط يكون نبوة. نعم الباري عز وجل قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني أن النحل تلقى هذه التعليمات رأسا فجأة، مو النحل راح تعلم ودرس لحتى عرف كيف بده يساوي العسل، لو كان هيك ما بينال عنه وحي، لكن الله عز وجل قذف في ذهن هذا الحيوان كيف يفعل من أجل صنع هذا الرزق لعباد الله سبحانه وتعالى، أي معنى وحي. طيب كذلك إذا بالنسبة لأم سيدنا موسى الباري ماذا يقول؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى، الخطاب لسيدنا موسى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. نعم شو يعني؟ وضعت مولودها
نعم، رأسا جاءها الخاطر التالي بدون تفكير، بدون لا غلط لا مو غلط، لا فكر لا اسأل لا استشير طريقة مضبوطة ولا لا، رأسا قذف في ذهنها انه تحطه بصندوق وتحطها الصندوق خذ بها النهر. وضع كيف؟ لذلك قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل إلى آخر الآية. فهذا معنى الوحي لغة. وأما اصطلاحا فهو خبر سريع يفد إلى عبد من عباد الله عز وجل بطفرة، لكن آتيا من عند الله بواسطة جبريل. إذا عرفنا الفرق بين النبأ والوحي. النبأ خبر، شوف بقى الخبر كيف بيصل إليك. أي نعم، هو أعد هالخبر بمكانه اسمه نبأ، وصوله إليك شيء آخر. فإذا وصل إليك بالطريقة التي ذكرناها الآن يسمى وحيا. هذا باللغة. وفي الاصطلاح هذه الطريقة ذاتها يسمى وحيا، لكن بشرط أن يكون البريد مين؟ سيدنا جبريل من عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله تعالى ذلك، خطاب لسيدنا محمد، من أنباء الغيب. طيب، أخبار الغيب نوحيه إليك، نبلغك إياه وحيا. ثم أكد هذا بأنه خبر آت من عند الله عز وجل، وهو الدليل القاطع على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، عندما قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. عندما رأى أحبار ذلك المعبد بيت المقدس والقائمون عليه هذه الطفلة قد جاءت وعرفوا خبرها، نعم، وعرفوا مكانة أبيها، نعم، نعم، وأمها، نعم، عند الله عز وجل تباروا وتسابقوا وتنافسوا لكفالتها. كيف بدهم يحلوا الموضوع؟ عن طريق القرعة. إذ يلقون أقلامهم في الماء في نهر أيهم يكفل مريم. قد تكون الأقلام مراد بها السهام، سهام القرى معروفة، والقلم يعبر به عن هذه السهام، وقد تكون أقلام. كيف يعني عملوا القرى؟ يلقوا كل واحد قلمه في هذه النهر، فمن سار قلمه مع مجرى النهر معنى ذلك ليس له حظ في كفالته، ومن وقف قلمه غير سارين واقف، الماء من جري هو واقف القلم، إذن هو الذي يكون له حظ في الكفالة. كان ذلك قلم سيدنا زكريا. وهو الواقع أنه من ما يعني يفضل ويرجح كفالة سيدنا زكريا أنه زوجته بتكون خالة السيدة مريم لكان. وهكذا فكانت الكفالة لسيدنا زكريا. فالباري بيقول انت ليش كنت بيناتهم؟ لا تتعرف هالقصة؟ ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. صدق الله عز وجل. هذا دليل مو بس هالخبر، هذا هلا قصة سيدنا يوسف من اولها لاخرها. قصة سيدنا يوسف اوسع قصة في القرآن من اول سورة لاخرها، قارن بينها وبين ما جاء في التوراة تجد هي نفسها. من أين جاء محمد عليه الصلاة والسلام؟ خبر اخترعوا من عنده؟ لا. ولذلك أهل الكتاب الذين آمنوا بنبوة رسول الله كان من أهم الأدلة التي نعم رأوها دليلا ناطقا على نبوة رسول الله هذا الشيء. كذلك الأخبار الأخرى عن بني إسرائيل ونحوهم، عن سيدنا موسى، نعم. إذن هذه الآية عرفناها، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يتسابقون ويتنافسون على كفالة السيدة مريم.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هنا لاحظوا العلاقة بين هذه الآية والآية التي قبلها، وما كنت لديهم إذ يختصمون. رأسا سؤال بعد منها، إذ قالت الملائكة يا مريم. نعم، هلا في ناس قلة من المفسرين ينبغي أن أقولها، لأن بعض منكم ربما يجد هذا التفسير فيعلق بذهني، لا هذا غلط. قالوا إذ يختصمون، نعم، إذ قالت الملائكة، يعني إذ متعلقة بيختصمون. إمتى اختصموا؟ لما قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قالوا إن إذ الثانية، إذ قالت الملائكة يا مريم، متعلقة بإيش؟ بيختصمون. يختصمون إذ عندما قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. التفسير صحيح إذا تأملتم فيه بتلاقوه صحيح. لما اختصموا الأحبار في من ينبغي أن تكون له الكفاءة، قديش كان عمر السيدة مريم؟ طفلة صغيرة، مو هيك؟ حتى البعض قالوا لسه ما كانت مفطومة من الرضاعة، لا صحيح كانت مفطومة. هل في ذلك الوقت الملائكة قالت لها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم واتا؟ لا، هذا الكلام أوحى الله به إلى مريم إنما اشتد عودها وكبرت لك. عندئذ جاءت هذه البشارة. نعم، إذن القول بأن إذ الثاني إذ قالت الملائكة متعلقة بيختصمون غير صالحة كما ذكر المفسرون المدققون. لكن شو منقول إذ يختصمون بدل من، عفوا، إذ قالت الملائكة بدلا من إذ يختصمون. وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ قالت الملائكة يا مريم، جملة ثانية بدل، هذه مستقلة عن تلك، ولكل من الجملتين ميقاتها، ولكل من الجملتين ميقاتها. لما اختصموا في الكفارة كانت صغيرة، لما قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إلى آخر الآية كانت قد كبرت. نعم، فهي بدل كل عن كل. نعم، كما يقول العلماء، إذ قالت الملائكة يا مريم إلى آخر الآية. مرة أخرى نقول الملائكة، كم واحد من اللي قالوا لها الكلام؟ واحد. وأجبنا عن السؤال القائل أنه طيب جبريل واحد، ليش عم يقول الملائكة؟ المراد بها يعني جاء الخبر من جنس الملائكة، ما جاءها من الجن، ما جاءها من البشر، من زيد من الناس، لا، جاء الخبر من الملائكة لبيان الجنس. لكن تمثل هذا الجنس في واحد وهو سيدنا جبريل على نبينا وعليه السلام. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. الخبر معروف، والبشارة نوع من الخبر خاص. كل خبر يتضمن ما يلذ لك، كل خبر يتضمن ما يبعث السرور في نفسك فهو إذن بشارة، يعني خبر خاص. والخبر المطلق ممكن يكون هيك وهيك. نعم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، لاحظوا، إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى ابن مريم. تذكرون أن قلنا إن المراد بكلمة مراد بها
قول الله عز وجل كن، هذا هو المراد بكلمة. كلما تكررت في القرآن فإن المراد بها كلمة كن. نعم. ودليل على ذلك قوله جل جلاله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول له كن فيكون، يعني كلمة كن منبع التكوين، مصدر الحدوث، مصدر الإيجاد. نعم. طيب، هنا قوله عز وجل إن الله يبشرك بكلمة، يكون كان لازم، ديروا بالكم، كان لازم يقول اسمها المسيح عيسى بن مريم. هل كلمة مؤنث ولا مذكر؟ مو هيك؟ مؤنث في تأنيث. إن الله يبشرك بكلمة، إذن بحسب الظاهر ينبغي أن يقال إن الله يبشرك بكلمة منه جل جلاله اسمها هذه الكلمة المسيح ابن مريم. لو كان كما قال يوحنا الدمشقي وأمثاله، نعم، قالوا كما ذكرت لكم قبل عندي الدروس أنه بسيطة لما المسلمين بيقولوا لكم أنه سيدنا عيسى بشر، لولو مو القرآن بيقول أنه سيدنا عيسى كلمة الله، بيقولوا لكم إيه؟ لولو ما بتقولوا أنه كلام الله قديم؟ بيقولوا لكم إيه؟ إذا عيسى قديم، لما يكون عيسى قديم شو صار؟ صار إله. طيب، هون هذه الجملة ترد على هذا الوهم وعلى هذا التدجيل في التفسير. لو كان سيدنا عيسى هو نفس الكلمة، وكلمة الباري قديمة، كلامه قديم، لو كان سيدنا عيسى نفس الكلمة لجاءت الجملة هكذا إن الله يبشرك بكلمة منه اسمها المسيح ابن مريم، مظبوط؟ لأنه سيدنا عيسى هو نفس الكلمة، والكلمة مؤنث. نعم. لكن شو قال؟ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه. إذن لا تستطيع بناء على هذه الجملة الصريحة أن تعتبر ضمير المذكر اللي هو نعم اسمه، واضح كيف؟ لا تستطيع أن تعتبرها الكلمة، لأن كلمة مؤنث والضمير في اسمه مذكر. فكيف تقول نعم سيدنا عيسى هو الكلمة في حين أن الكلمة مؤنث والضمير اللي راجع إلى الكلمة مذكر؟ إذن كيف بدنا نفهم الآية، نفهم هذه الجملة؟ إن الله يبشرك بكلمة منه، وهي كلمة كن، اسم ثمرتها، اسم نتيجتها، اسم الأثر الذي تحدثه هذه الكلمة عيسى بن مريم، واضح كيف؟ نعم. فالضمير اللي هو الاسم المذكر راجع إلى ما كان نتيجة للكلمة، كلمة رب العالمين كن انبثقت منها وجود سيدنا عيسى. نعم، انبثقت عن هذه الكلمة مذكر وهو سيدنا عيسى، ومن ثم جاء الضمير مذكرا. فيقال ليوحنا الدمشقي تعال فسر لي شلون لما بيكون سيدنا عيسى هو نفس الكلمة صار سيدنا عيسى مؤنث، لازم ربنا يقول إن الله يبشرك بكلمة منه اسمها المسيح عيسى بن مريم، لأنه سيدنا عيسى هو نفس الكلمة والكلمة مؤنث. نعم. فربي عز وجل في أكثر من موضع ينيط، يعني يربط بين مخلوقاته وبين كلمة كن، مو بس سيدنا عيسى، سيدنا آدم. نعم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم، إذن لكان كمان سيدنا آدم أدعو عنه قديم.
هذا الكلام واضح جدا. نعم. فما ينبغي أن يعني يخلط على ذهن أحدنا يوحنا دمشقي عرفان الحقيقة، عرفان لكن عم يدور ويلف. ليش؟ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة. طيب عظيم، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. لماذا يعني جعل الكلمة هنا في هذه الآية واسطة بين سيدنا عيسى وبين أمر الله عز وجل؟ ما هو في كثير من المخلوقات سيدة مريم ما انحكى بشأنها هذه الكلمة إنه كن، هي نتيجة كن. سيدة محمد الباري من سبحانه وتعالى ما قال إنه والله ولادته نتيجة كن. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن ما قال عنهم إنه هذا أو هذا أو ذاك أو هالسماوات نتيجة كن. ليش هون بالذات قال إن الله يبشرك بكلمة منه اللي هي كن اسمه المسيح عيسى بن مريم، مقدمة بين يدي بيان أن هذا المولود سيكرمها الله به بدون واسطة معروفة بين الناس جميعا خارق لسنن الله أو لقانونه في عباده فيما يتعلق بالتناسل. واضح كيف؟ هو كل شيء بكلمة، لكن فرق بين مخلوق يوجده الله بكلمته لكن بواسطة الوسائط اللي خالقها، وبين مخلوق يوجده الله عز وجل بدون واسطة. واضح كيف؟ فالوسائط لما تكون موجودة ما في داعي يقول بكلمة، لكن عندما يطوي الوسائط ويوجد المخلوق الذي يشاء بدون واسطة، نعم، بشكل مخالف حتى لسنة الله الماضية في عباده، هنا تأتي المناسبة في إلى دور كلمات الكلمة. نعم. لكان إن الله يبشرك بكلمة منه، مباشرة منه، مو بواسطة، مو بواسطة، بواسطة الزوج وبواسطة كذا وكذا، لا لا، بكلمة منه. قلنا هذه الكلمة كناية عن إيش؟ كن. لاحظوا كلمة كن، كاف ونون، مو شرط إنه كاف ونون هي معنى الأمر الإلهي. كاف، الكاف والنون عبارة عن شعار لمضمونها، نعم، اسم لمضمونها. فكلمة كن تعني توجه إرادة الله عز وجل إلى شيء ما بخلقه. هذا التوجه الذي يتم من إرادة الله إلى خلقه بشكل إنجازي مباشر، نعم، نحن نعبر عنه بإيش؟ بكم. نعم. فكلمة كن تعبير، ترجمة لإرادة الله عز وجل ولقضائه المبرم. نعم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه، إذا عرفنا لماذا جاء الضمير مذكرا، اسمه المسيح عيسى بن مريم. طيب، هل المسيح اسمه ولا عيسى اسمه؟ وما المراد بكلمة المسيح؟ نعم، الجمهور العلماء على أن كلمة المسيح وكلمة عيسى كلاهما معربتان. أصل كلمة المسيح كلمة عبرية، واضح كيف؟ نعم. فعربت وأصبحت تنطق المسيح. نعم نعم. فكلمة المسيح أصلها في العبرية مشيحة، عربت إلى المسيح، مثل سيدنا عيسى نفسه كمان. نعم. كلمة سيدنا عيسى أصلها في العبرية إيشوع. نعم، عربت إلى عيسى. نعم.
والذين يقولون لا المسيح يعني أنه يمسح الأرض، أنه لا كلمة المسيح يعني كان بيمسح على جسم المرضى يشفيهم الله عز وجل، فمسيح فعيل بمعنى فاعل، تعبير عن هذه المكرمة التي أكرمه الله بها إذ كان يمسح بيده على مكان الألم والسقم من جسم المريض فيشفى. لا لا، هذا كلياته قاله بعض الناس، لكن المحققون من علماء التفسير قالوا كلمة المسيح أصل كلمة عبرية عبرت وحولت إلى كلمة المسيح. نعم، وأصل كلمة المسيح مشيحة. نعم، ككلمة عيسى. نعم، كذلك معبرة. طيب، الأولى لقب والثانية اسم. كلمة المسيح لقب للمدح، وسيدنا عيسى عيسى اسم لكن معرب كما قلت لكم من العبرية. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا، الوجيه ذو الشرف ذو المكان بين قومه، أي واحد له مكان خاص بين قومه في بلده يسمى وجيها. نعم، فهو كذلك فعلا وجيها في الدنيا والآخرة، وجاهته موجودة في الدنيا ومستمرة إلى يوم القيامة أي عند الله سبحانه وتعالى. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي من المقربين إلى الله عز وجل، ذلك لأن الله عز وجل يحبه، وذلك لأن الله عز وجل يكلأه، كناية عن كلائة الباري له. لما الباري بيقول ومن المقربين، يعني فلان مقرب بل تشبيه، مقرب إلى الرئيس إلى الملك إلى كذا، يعني ما حدا بيقدر يزيه. ولله المثل الأعلى، ومن المقربين أي من المكلوئين بعنايتي ورعايتي. يعني أن اليهود عندما خططوا لإيثائه لقتله لم ينالوا منه منالا. نعم، نالوا من رجلهم، نالوا ممن كان يخطط لقتل سيدنا عيسى، مثل ما قال ولكن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ذلك لأنه من المقربين. نعم، وعندما أحاطوا به ليؤذوه كذا، الباري عز وجل استلبه منهم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. راح تجي هالآية ونشرحها إن شاء الله، ما بدنا نستعجل هلا في شرحها. واضح كيف؟ إذن هذا معنى قوله عز وجل ومن المقربين. طيب، ثم قال ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. أما قوله سبحانه وتعالى ويكلم الناس في المهد، معناها واضح، لأنه فعلا من الخوارق الذي أوتيها سيدنا عيسى أنه تكلم في المهد، يعني من أجل أن يبرئ أمه من التهم والظنون وما إلى ذلك، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. منين هيك عم يتهموها يعني؟ فأشارت إليه، الجواب عنده. طيب ليش أشارت إليه؟ لأنه لما ولدت حكاها. نعم، قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا لك. شيء غريب. فعلمت عندئذ اطمأنت لما حملت طفلها ودخلت إلى السوق وإلى حيث رآها الناس.
نعم قالوا هذا الكلام، هي عفوا أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إذن هذا معنى قوله تعالى ويكلم الناس في المهد. بس بقى بعدين لم يقول وكهلا، شو يعني؟ الإنسان له مراحل، طفولته معروفة، المراهقة ما بين 15 والـ20 سنة هي اسمها المراهقة، بعدين الشباب، بعدين الكهولة. الكهولة متى تكون؟ أكثر علماء اللغة قالوا الكهولة في سنة 40، لما بيصير الإنسان سنة 40 دخل في مرحلة الكهولة. طيب الباري عز وجل عمل يقول ويكلم الناس في المهد، هذا شيء مهم يحكيه، لأنه هذا لا يكون هذا إلا صورة خارقة. أما وكهلا كل الناس بيتكلموا هن كهول، ما معنى هذا الكلام؟ هل هو سيدنا عيسى متى استلبه الله من بين أيدي اليهود، نعم، ورفعه إلى السماء عندما دخل في 40 من العمر، يعني عندما أصبح كهلا، دخل في مرحلة الكهولة. فالواو هنا بمعنى إلى، يعني يكلم الناس في المهدي ويستمر كلامه لو لإمتى؟ للكهولة، يعني بعد الكهولة ما عاد فيه، لأنه ما عاد قدر يحكي، لأنه ما عاد وجد عندهم. نعم هذا معنى قوله تعالى وكالا، أي قضى الله عز وجل أن يكرمك بمولود له خوارق، من هذه الخوارق أنه يكلم الناس في المهد ويستمر حديثه للناس إلى مرحلة معينة بس، إلى الكهولة. هل يموت؟ لا لا يموت، ولكنه يستلب من بينهم إلى السماء. هي معناتها، هي فائدة كلمة وكهلا. وسنجد عندما نذكر تفصيل هذا الموضوع أن سيدنا عيسى في تلك الفترة رفعه الله إليه. وهنا ينبغي أن نوضح بشكل إجمالي، لأنه شياطين الإنس والجن يدخلونها هنا يعني شيء من اللغو، مسلمين ما عم بيقول عن غير المسلمين، أنه لا سيدنا عيسى مات، في واحد مصري تاب قبل ما يموت. سبحان الله، مرات الشيطان بيدخل اللغو في عقل الإنسان، لما بيجي لقريب الموت الباري عز وجل بيرحمه بيقوم بيتوب. واحد اسمه الشيخ محمود شلتوت، لما كان يقال عن أنه سيدنا عيسى الباري رفع الإنسان، بيقول الله، هي السماء أرافة؟ أرافة عند المصريين يعني مقبرة، هي سماء مقبرة، يعني هو مات، شو رفعه للسماء؟ بيندفن من الأرض، هيك كان يقول. لكنه في مرضه الذي مات فيه استغفر الله عن هذا اللغو. لما الباري عز وجل بيقول إن الله متوفيك ورافعك إليك، كلمة متوفيك مو معنى مميتك، التوفي باللغة العربية بمعنى المستوفي، وتسميتها تعبير بها عن الموت مجاز، مجاز. لما يقول فلان توفاه الله يعني انه مات، هذه مجاز، كلمة مات حقيقة وكلمة الوفاة مجاز. اما متوفيك يعني مستوفي ايامك على الارض، وبعدها شو بيصير؟ رافعك اليه. هلا شو معنى رافعك اليه؟ اذا كان مات ودفن في الارض، شو معنى رافعك اليه؟ قال يعني رافع درجتك، مكانتك. هذا بيحكي الكلام مو داير باله انه وقع بطابوسه شديده، ليش؟ ورافعك الي، يعني رافع درجتك الي، يعني شو صار اله. لما بدنا نفسر كلمه ورافعك الي اي رافع درجتك، فسر لي الي شو صار فيها بقى؟
صار معناتها ورافع درجتك إلي، يعني تصبح عندئذ إلها. معاذ الله. لا نعم. بعدين سيدنا البارية نشوف يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. لك عبارة صريحة، إلا فئة من أهل الكتاب في آخر الزمان سيؤمنون بعيسى أنه نبي ورد بشر له ناسوت فقط، لا ما في لا لاهوت ولا شيء، سيؤمنون بذلك قبل أن يموت. معناته هو الآن حيرزق. نعم. على كل هذا الكلام سنذكره مفصلا إن شاء الله في دروسنا القادمة. ويكلم الناس في المهدي وكهلا، عرفنا معناته وكهلا، يعني يظل يتكلم إلى الكهولة، بعد الكهولة ما عاد خلص يكون طلع للسماء. ومن الصالحين، لما بيكون هذا الإنسان النبي، الباري ما قاله نبيا لكن لا شك في هذا ولا ريب. وكلمة من الصالحين ترجمتها أي أن الله سبحانه وتعالى يجعله من الأنبياء ومن المرسلين. نعم. ثم قال: قالت ربي أنى يكون لي ولد. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونباشر تفسيرها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. سبحانك ربي كم أنت حفي بنا، سبحانك ربي كم أنت متفضل علينا، سبحانك ربي كم أنت محسن إلينا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا بخفي لطفك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طهرنا وطهر قلوبنا من الشوائب والأدران كلها، طهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك، طهر قلوبنا من النفاق، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من محبة الماء البارد للكبد الظمآن. نسألك اللهم رضاك والجنة،
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا يا رب عن جنى رحمتك، أذقنا يا رب برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة والصفح، شاكلتك الاستجابة لدعاء عبادك، للآمال التي يتوجهون بها إليك يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا، وأن تلطف بنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تعطينا سؤلنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. يا رب عجل بالفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده يا رب العالمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.